طيب، في خبر من ضمن الاخبار المهمه اللي بتتعلق بنجمنا، نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني مؤمن زكريا. النهارده شركه تذكرتي اعلنت، ودي صوره من الاكونت الرسمي او من الحساب الرسمي بتاع مؤمن زكريا على تويتر، بيقول تجربه جديده، مستشار لشؤون الرياضه لشركه تذكرتي، دعواتكم ومتشكر على حفاوه الاستقبال من القائمين على الشركه. يعني ده مؤمن نزل الخبر اهو خلاص بشكل رسمي من 5 دقائق زي ما حضراتكم شايفينه كده على الشاشه. وهي شركه تذكرتي بصراحه عملت لفته مميزه جدا من خلال تعيين مؤمن كمستشار الشؤون الرياضيه لشركه تذكرتي، ودي الصور اللي قدام حضراتكم اللي شايفينها بعد ما تم تعيينه بشكل رسمي. نتمنى له يا رب كل التوفيق، نجم كبير وكل المصريين بيحبوه في الحقيقة، ونتمنى له كمان الشفاء العاجل يا رب، ويبقى أحسن وأحسن بإذن الله تعالى.